من ضمن الأخطاء أنني تعاملت بروح ثورية مع قضية التنوير، اعتبرت أنني ما زلت في ميدان التحرير في ثورتي 25 وثورة 30 يونيو وعايز كل حاجة تنجز بالحمية الثورية، ونسيت أن مشروع التنوير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى فترات طويلة، وأننا لن نصلح المجتمع في يوم وليلة، وأنني لست مسؤولا عن هداية الناس أو إيقاف هذا البركان من الدم باسم الدين. عارف لما توصل لقناعة الاستمتاع بما بالأقدار اللي جايلك حتى لو انت شايفها من وجهة نظرك ظلم، في لحظة من لحظات الضغط النفسي اللي تعرضت له كان في حد كاتب حكمة على الزنزانة جميلة جدا. شوف انت في السجن بتقابل كل الناس وكل كل ما في باطن الإنسان بيخرج، هتلاقي جواهر في السجن، أفكار وناس عندهم أحلام انت كنت بره مش شايفهم. فواحد كاتب على الحيطة: لا تفكر في الأمر كثيرا، ودع تدبير الأمر لمن بيده الأمر، واستمتع بقضاء الله. فتحولت الحالة كده تقدر تسميها ان انت مش عارف التعبير بيعبروا عنها بالانجليزي ازاي، بس هي معناها ان انت بتسبح على ظهرك والمية هي اللي بتشيلك، ده احسن انواع السباحة. فوصلت القناعة ان انا مستمتع بالحالة اللي انا فيها، وهو ده في القرآن بيسموه التسبيح، ده اللي تسبب في خروج سيدنا يونس من بطن الحوت اللي هي الظلمات، حالة مادية حالة معنوية انت عايش فيها. حسيت بالظلم للحظات اني مش مرتكب جناية، انا بفكر وشايف ان الفكر اصحابه ما يتسجنوش. يعني عارف لو كنت انا مثلا ارتكبت جرم في حق المجتمع او في حق نفسي، اني قتلت حد، سرقت، تاجرت في المخدرات، كان الامر هيبقى اشد وطأة شوية. انا شايف ان انا مجرم وبعاقب على الاجرام اللي عملته، لكن اما الاقي نفسي صاحب فكر حتى لو انت مختلف معايا وشايف الفكر ده خاطئ ممكن توجهه بالنقاش. فحالة ان انا كنت شايف نفسي مظلوم قلبت معايا بنتيجة عكسية جدا، ان انا مستسلم للامر ده جدا، وشايف ان انا بتعايش مع الوضع اللي انا فيه، واكتسبت خبرات مع اشخاص تانيين في مجتمع تاني. مفيش حد يقدر يبطل يفكر، الانسان في اللحظة اللي يتوقف فيها عن التفكير يبقى انسان ميت. لا، ما هو المره دي بقى افكر بطريقه ان انا ازاي انشر ما وصلت له من اعمال عقلي، ثمره التفكير، النتيجه اللي هوصل لها ازاي انشرها بطريقه لا تمكن احد من اقتناصي مره تانية، يبقى اسلوبها سهل وبسيط وبعيد عن الصدام وبصيغه التساؤل، وهترك المجتمع هو يجيب والاجابه هتبقى جوه السؤال.